الخير مشاهدين الكرام، أهلا بيكم في حلقة جديدة من برنامج سؤال. هنتكلم النهاردة عن الطاقة الروحية. كل المخلوقات الحية على وجه الأرض لها طاقة روحية بتختلف من النفسية أو المزاجية للشخص، بتتغير في عدة أشكال خلال اليوم الواحد. عندما يشعر الإنسان بالسعادة طاقته بتتحول لبهجة وفرحة، وده بينعكس على شكله الخارجي وبيتأثر بيه كل اللي حواليه، وبرضه العكس. فبتوجد العديد من المؤثرات في الطاقة الروحية للشخص، مثل الألوان، الأفراد، المجتمع، البلد، المكان، العمل، كلها أمور بتأثر سلباً وإيجاباً على طاقة الإنسان. وده اللي هنعرفه النهاردة مع ضيفتنا اللي منورانا ومشرفانا في الاستوديو، شيماء مرجان. أهلاً بيك يا شيماء. أهلاً يا هبة، ازاي؟ شيماء، النهاردة هنتكلم عن الطاقة الروحية للأحجار. تمام. هناخد تقرير وهنرجع مع بعض نكمل كلام. تمام. إذا شعر الإنسان أن حياته بحاجة إلى التنظيم وتنظيف طاقته فعليه بالأحجار الكريمة، فلكل حجر قوته المغناطيسية الخاصة به، وهو يبث إشعاعات وترددات متباينة من حيث قوة درجتها، وهذا هو انعكاس لطاقة الحجر التي تتآلف مع طاقة الإنسان والتناسق بين جسد الإنسان وروحه وعقله. ورجعنا من تاني مع شيماء مرجان. شيماء، كلمينا عن طاقة الأصابع. أنا سمعت إن الأصابع بيبقى ليها طاقة مرتبطة بجسم الإنسان. ليها علاقة بجسم الإنسان والكوكب كمان. يعني عندك مثلا الأوسط المرتبط بكوكب زحل. الأوسط مرتبط بكوكب زحل. كوكب زحل ده مسؤول عن المخ، العقل، الكبد، الأمعاء. فده الصباع الأوسط. أما عن البنصر، هو مسؤول عن البنصر، مسؤول عنه أو مرتبط بكوكب الشمس. وده في جسم الإنسان بيبقى الدورة الدموية، الكلى، الأمعاء، يعني مرتبط بأجهزة في جسم الإنسان. ده حقيقي، وفي الطب الصيني بيعالجوا بالطريقة دي. أما عن البنصر فهو مرتبط بكوكب عطارد. كوكب عطارد مسؤول عن الجزء السفلي من الإنسان، جهاز التناسلي، الفخذين، الركبتين، القدمين. يعني أنا لو عندي مثلا ألم في الركبة أو ألم في الجزء السفلي ده، ممكن على حسب كل جزء الحجر بتاعه إيه. طب كلمينا كده، يعني عندك الأصابع مهمة. تمام. لبس الخواتم عامة مهم للرجالة وللستات. انت هتلاقي معظم رجال الدين ومعظم رجال الدولة كلهم لابسين خواتم، ومش خواتم فضة بس، لا، خواتم بأحجار كريمة. هم عارفين قيمتها كويس وعارفين فوائد الأحجار الكريمة. يعني أنا دلوقتي لما زي ما قلت لنا كل صباع مرتبط بكوكب معين، لما بلبس الحجر بتاع الحاجة دي فعلا بحس ان لو في ألم، لو في حاجة بتنقص. جربي وشوفي. طب بنسبة قد ايه؟ بنسبة قد ايه؟ يعني نقول 60% 70%. يعني نسبة كبيرة مش قليلة. نسبة كبيرة. فطاقة الخواتم وطاقة الاكسسوارات كمان بالذات طاقة مهمة قوي. يعني الخواتم بتدي رزانة وعقل، حكمة، تفكير. عشان كده بيلبسوها رجال الدين. يعني انا ما شفتش رجل دين مش لابس خاتم فضة وفي حجر كريم. بيبقى مرتبط فعلا بكل كل حاجة ليها ايه الحجر، ليه الارتباط اللي بيرتبط بيه المعنى. طبعا، يعني الخواتم مهمة. الناس اللي ما بتلبس خواتم، البسوا خواتم، البسوا اكسسوارات. الستات اللي ما بتلبس اكسسوارات تلبس اكسسوارات. الاكسسوارات مهمة، اذا كان حلق او سلسلة او انسيال. حتى يا ستي ما فيش، مش قادرة تجيبي ذهب، مش قادرة تجيبي فضة، مش قادرة تجيبي احجار، هاتي اكسسوار بحجر معين يا ستي. حتى لو مش بحجر، يعني في ناس ظروفها ما تسمحش، البسي اكسسوار. طب ليه بقى؟ اشمعنى الاكسسوارز بيعمل ايه؟ عندك مثلا السلسلة رمز العلاقات. انا اعرف ان السلاسل رمز العلاقات، سواء هي بقى طويلة ولا قصيرة، علاقاتك طويلة ولا علاقاتك قصيرة. يعني زمان كانت الناس بتلبس سلاسل ازاي؟ ناس تلبس سلاسل طويلة، ما كانش في سلاسل قصيرة. ففي ناس بتيجي تقول لك انا لابسة سلسلة فيها اسمي، بحس مثلا انا ده سلبي جدا.
فعلا سلبي جدا. في ناس كتير بتقول لك بحس ان انا مخنوقه من الحركه ديت. ما هي اساسا سلبيه. والسلاسل القصيره هي رمز للعلاقات القصيره. السلسله انت هتلاقي بتوع زمان علاقاتهم كانت طويله. الست ما شاء الله كانت تلبس السلسله لحد هنا، كانت تلاقي علاقتها طويله مع جوزها مع اصحابها مع الناس اللي حواليها. دلوقتي انت مجرد يعني لابسه سلسله قصيره العلاقه ما بتدومش كتير مع اي حد. دي حقيقه يعني فعلا بتبقى مرتبطه السلسله بمدى العلاقه بالظبط. كل حاجه ليها تردد، ما هو ده اللي قلته اول حلقه، كل حاجه ليها تردد. انت عندك مثلا لبس الخواتم في اليمين غير الشمال ليه؟ انت قلتي التردد بتجلب الطاقه السلبيه. وفي حاجه مهمه نسيت اقولها، ان المفروض هما الثلاث احجار بس اللي بيتلبسوا، يعني ده بيك كتير من حجر لثلاث احجار، اكتر من كده ما ينفعش. في الاكسسوارز اللي انا لابساها، في الاكسسوارز اللي انت لابساها، في ايديكي، في اي حاجه عامه، هما ثلاث احجار. لان طاقه، نتكلم بقى عن طاقه الايد، طاقه الايد اليمين طاقه ارسال، طاقه تصدير. انت انا بصدر لك ايه؟ انا بصدر لك محبه، انا بصدر لك قوه، انا بصدر لك ثقه في النفس. عكس الايد الشمال، الايد الشمال لاقطه للترددات والاشعاعات الكونيه، فبتدخل جوه الجسم بتتفاعل معاها. يعني نقول الايد هي الايجابيه، الايد الشمال هو الاثنين فيهم ايجابيات. انت عايزه تصدري للي قدامك ان انت واثقه في نفسك. مثلا بنلبس عين النمر في اليمين، انا حاسه ان انا مش واثقه في نفسي، بلبس عين النمر في الشمال. هو نفس الحجر بس ده بيصدر ايه وده بيستقبل ايه. فهمتي؟ ايوه. فعشان كده بقول لبس الخواتم مهم، وخصوصا لو بالاحجار الكريمه. طيب احنا كده اتكلمنا عن الخواتم وكلمنا عن السلاسل، هناخد بقى حجر مهم جدا. تمام. وياريت لو نشوف الصوره بتاعته معانا، اللي هو السلسله اللي فيها حجر الياقوت. هتجهز؟ قولي لي بقى الياقوت الازرق. الياقوت الازرق ده انا بحبه بصراحه. اولا بيفتح النفس، ثانيا بيعزز عندك البصيره. ظهر هو معنا السلسله، وهو اللي هنا ده. اصلا لونه انت تحبي تبصي فيه، هو فعلا لونه معنا جميل جدا. لونه تحبي تبصي فيه، بيعزز البصيره. يعني لو حد كده بيرقد لك ولا عايز يرقد لك ولا بيوقعك في مشكله هتعرفي طول ما انت لابسه الياقوت الازرق. حلو للحسد لان هو ذبذباته. لا استني بس عند النقطه دي، النقطه دي مهمه جدا. يعني فعلا انت وانت لابسه الحجر من ترددات الحجر بتحسي لو في حد بيدبر لك لحاجه، بتحسي وبتحلمي. بصي بتعرفي، بتعرفي باي طريقه كانت بتعرفي. طب كويس، دي حاجه مهمه، نقطه مهمه جدا. لا هو حلو، بعدين هو بيريح النفس، وبيقال انه كان حجر سيدنا موسى واتكلم عنه ابن سينا. الياقوت الازرق بيعمل حوالين الانسان زي هاله لونها ازرق، دي بتبعد الجن والشياطين، ما بيحبوش اللون ده. عشان كده هو حلو للجاسوم، الناس اللي عندها جاسوم اللي بتجيلها اختناق كده وهي نايمه بتحلم بكوابيس وبتبقى متكتفه. ده جاسوم، الناس اللي بتجيلها الحاله دي تلبسه، حلو للحسد والعين. ده تلبسه يعني تفضل لابساه مثلا في ايدها، ولا لابساه يعني لابساه على طول نايمه بيه قايمه قاعده كلام؟ والله هو يحبب ان انت العادي. انت بصي، انت لما بتلبسي الحجر بيجي عليكي وقت عايزه تريحي منه، انت بقى بتحسيها. ده بيبقى ارتباطك مع الحجر بتاعك. ايوه انت قلت لنا ان في كل شخص ليه حجر ارتباطك. خلاص ارتباط، انت حاسه ان انت مشحونه منه، انت اوتوماتيك لا انا عايزه اريح نفسي منه شويه. فاهمه؟ ايوه. يعني ما بتبقيش انت لابساه بصفه دايمه، لا انت بيجي عليكي وقت انت حابه تريحي، حاسه ان طاقتك خلاص يعني طاقتك كامله منه، فبتريحي منه شويه وبترجعي تلبسيه. انما هو من الاحجار المهمه. طب هو فعلا بيعمل، انا سمعت ان هو بيعمل يعني الناس المسرفه جدا بيعمل لها توازن في الصرف، دي حقيقه؟ ده حقيقي، الناس المبذره بيعمل لها توازن، لا هي تبقى بخيله ولا هي تبقى مبذره، كمان ضد الذنوب. الناس اللي بتعمل ذنوب ومش عارفه تبطلها تلبس الحجر ده.
بيكرههم في الذنوب، بيعمل عندهم صدى للذنب. ايه الناس اللي بتقعد تنم كتير وتتكلم كتير، اي ذنب تتخيلي، اي ذنب تتخيلي مجرد ما بتلبس الحجر هي خلاص هي مش عايزه. لا هو فعلا ليه حق يبقى اسمه الياقوت الازرق او الزفير، يعني هو اسمه ياقوت ازرق او الزفير او زفاير، ليه كذا اسم بس الوانه متعدده ولا لون هو واحد؟ لا هو ازرق، ما بين الازرق الغامق والازرق الفاتح، بس انا اللي بحبه الازرق الغامق. بس الاثنين نفس الحاجه؟ نفس الحاجه، ما بتختلفش في خصائص او مواصفات او كده؟ لا بس الازرق الغامق بيبقى اغلى من الازرق الفاتح. ليه بقى؟ هو بيبقى انقى من جوه. انقى، لكن الاثنين بيعملوا نفس الهاله. اه الاثنين بيعملوا نفس المنفول. لا هو فعلا حجر يستاهل ان هو يكون من اسمه، فعلا خصائصه كلها جميله. طب هل الياقوت الازرق مرتبط ببرج معين، مرتبط بحاجه معينه؟ بصي هو مش شرط يكون مرتبط. انت عندك مشكله في حاجه معينه، ده في كل الاحجار، انت عندك مشكله في حاجه معينه البسي لها الحجر المعين بتاعها. انما في كواكب اللي هي احنا بناخد الابراج من الكواكب، يعني طبعا. البرج ده مرتبط بالكوكب ده، طب الكوكب ده الحجر بتاعه ده، فهمتي؟ فهو يميل للكواكب للابراج المائيه. يعني الياقوت للابراج المائيه؟ اه. ولا الناريه ولا الترابيه؟ لا بس عادي، لو انا اسد وبلبس الياقوت الازرق عادي. حسن لي الروماتويد جدا على فكره. طب كويس جدا. ماما احنا خدنا من الحاجات العلاجيه هو حلو فعلا. للجهاز المناعي. طيب الصوره ديت دي لا دي لؤلؤ. ده اللؤلؤ. اللؤلؤ ده بقى حجر لطيف قوي، لطيف قوي قوي، يعني انا برشحه لكل الستات. انا اعرف ان ده حجر الستات بس ليه سؤال، هل هو حجر الستات عشان شكله جميل وبيستخدم للزينه كتير، ولا فعلا هو لا ليه فوائد تخص الستات كتير؟ لا ليه فوائد تخص الستات، يعني هو حلو لبطانه الرحم المهاجره للستات كمان. بيقلل الغيره عند الستات، الست الغيوره قوي تلبس لؤلؤ. الغيوره بقى على بيتها ولا المنافسنه اساسا؟ لا المنافسنه دي ليها حاجه ثانيه، دي معاها ربنا. المنافسنه دي مالهاش علاج. لا الست اللي بتغير على جوزها وعلى عيالها لا تلبس لؤلؤ، بيهدي عندها الدنيا شويه. الست اللي مش قادره تتحمل مسؤوليه البيت والعيال تحس انها مرفهه تلبس لؤلؤ. الرضيع، يعني انت لو عندك طفل رضيع مش عارف ينام وعلى طول بيعيط، حطي تحت دماغه لؤلؤ. البيبي تحت المخده حطي له لؤلؤ يهديه. بيهدي، هو بيهدي الكبار كمان، يعني هو بيهدي الكبار شيء طبيعي، هيهدي الصغير، هيخليه نام. طب هو ليه يعتبر من اهم الاحجار؟ هي كل الاحجار مهمه يا هبه، بس كل حجر ليه الفايده بتاعته. الفايده بتاعته ايه؟ هل مهمه بالنسبه لك ولا مش مهمه بالنسبه لك؟ انما انا بالنسبه لي ومن دراستي كل الاحجار مهمه. يعني هو من اهم الاحجار، الياقوت الازرق مش من اهم الاحجار؟ مهم، بس دايما تلاقي في يعني تقري عن الاحجار تلاقي بيه ايه، يعني في سبوت كده على اللؤلؤ. لا هل عشان جمال شكله ولا هو بس لي يعني حجر عادي زي بقيه الاحجار من لا مهم زيهم برضه؟ هو مهم، هو كل الاحجار مهمه، كل الاحجار مفيش حجر مهم وحجر مش مهم، كل واحد ليه الحاجه بتاعته والجزء اللي هو بيعمله. طب اللؤلؤ مناسب لبرج ايه؟ السرطان والعقرب. السرطان والعقرب بيعمل لهم ايه بقى؟ لا هو بيعمل لهم، بيخليهم حلوين اكتر، بيخليهم حبوبين كده، يعني يخليه حبوب وهي بتتكلم. هو ضد الكآبه اصلا، هو اللي بيلبس لؤلؤ ما بيبقاش كئيب. تخلي كده البنوته وهي قاعده بتتكلم تحس انها لذوذه كده في نفسها، يعني انت مش عايزاها تبطل كلام اصلا. يعني بيعمل نوع من انواع المرح. طيب قولي لنا، طب ايه اللي معانا تاني على الشاشه؟ ده اكسسوارز؟ لا ده لؤلؤ. لؤلؤ ده لؤلؤ دخله حاجه تاني؟ في لؤلؤ دخله اكسسوارز وفي لؤلؤ ساده وده لؤلؤ. ده الهيماتايت. الهيماتايت ده حكايه والله العظيم، الهيماتايت ده حكايه مع ان سعره رخيص مش غالي بس حكايه. ده موجود عندنا هنا في مصر؟ موجود. موجود وسعره مش غالي، هو اصلا بيجي من الصين، هو ليه كذا منبع وهو موجود بكثره، يعني مش من الحاجات القليله، لا من المناجم بتاعته كتير. ده اسمه الحديد الصيني او الصندل الصيني، يعني ليه اسامي كتير قوي. عايزه اقول لك الهيماتايت حلو قوي، رد الحسد لصحابه، يعني هو مش بيصد الحسد بس، لا هو بيرده لصاحبه. يعني لو حد حسد حد الحسد يترد له تاني.
طب ده حلو ده برضه. اللي هو بس مش بيدافع عن الحسد، لا ده بيرده بنفس الموجه التردديه بتاعته، زي ما وصل للبني ادم بيرجع للبني ادم تاني. وبعدين حلو بيعزز الوعي، يعني الافكار التصرفات بيطورها للاحسن. وبعدين بيخليكي تركزي في نفسك، هو حجر بيخليكي تركزي في نفسك مش مركزه مع حد. يعني انت عايزه توصلي لحاجه، هو بيخلي انت الهدف قدامك مش مركزه، انت نفسك مش عايزه تركزي مع حد. ولو عاندتي وركزتي مع حد او اتمنيتي حاجه وحشه لحد، الحجر ده من ضمن الاحجار القليله اللي تردداته بتقلب على صاحبه، بتعمل اتجاه معاكس، تردداته بتعمل اتجاه معاكس، فاللي بتتمنيهولي بيتردلي. يعني انت مثلا لابسه هيماتايت بتتمنيلي ان انا اخسر، هو بيتقلب ان انت اللي تخسري. فعشان كده بقولك هو حجر خطير. هو كده بقى اللي فهمته من الكلام كده، ان انا لو لابسه حجر والحجر ده فيه ترددات معينه بقت بيني انا والحجر، خلاص ما اعملش الحاجه المضاده للحجر. صح كده؟ لان انت بتقولي لو عاندتي الحجر، ما هو اصلا بيخليكي تركزي في نفسك، ما بيخليكيش تركزي في حد لحد ما توصلي لهدفك، وده حقيقي بيحصل. انما انت بقى فضلتي لا لا لا، فخلاص البسي معاه، بيقلب كل النيه اللي في جواكي. ما هي النيه دي بتبقى ترددات، صح؟ فبتتحبس جواكي. هو بيعمل بقى هاله ان الترددات دي ما تروحش للاتجاه التاني، وتتحبس بقى الترددات دي في هالتك، فكل اللي انت عاوزاه بيتعمل بس فيك انت. فهمتي؟ ايوه. الهيماتايت، لا ده الهيماتايت ده الهيماتايت قصه كبيره. وبيعمل حاجه مهمه، يعني هو فعلا يعني لو واجبنا ان احنا نلبس حجر زي ده هيمنع حاجات كتير. ده حقيقي. طب قبل ما البس الحجر في حاجات معينه بعملها قبل ما البس الحجر، حاجه بقولها قبل اي ما تلبسي حجر؟ يعني لازم تنظيف طاقي للجسم، ليه؟ يبقى مهيئ للبس الحجر على الاقل. يعني خدي شاور بارد، واول ما تيجي تلبسي الحجر قولي اشكر ربنا الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، والبسي الحجر بتاعك. حاجات كده بسيطة وسهلة بس مهمة جدا جدا فعلا. طيب ناخد الحجر دوت كمان وهنتكلم تاني باستفادة برضو عن الهيماتايت. ده الهيماتايت برضو هو ممكن بيدخل معاه كذا شكل. طب ده حجر، مش كل الأحجار بتدخل معاه. يعني الياقوت الأزرق ممنوع تلبسي معاه أونيكس. الياقوت الأزرق ما يتلبس مع الهيماتايت؟ ممنوع تلبسي معاه أونيكس. ممكن تلبسي عقيق ملون، ممكن ترصعيه بالالماز، انما عقيق لون واحد يعني كبدي او اونيكس او عقيق لون واحد بس ممنوع، ما ينفعش. يعني كده احجار تبقى مضاده لبعض. مش كل الاحجار ممكن تتلبس مع بعضها. لا 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 مش كلها. طب ناخد اخر صوره معانا اهيت. كان معانا صوره تانية للفيروز احنا هنتكلم عليه في الاخر. انا عايزه اتكلم على الاكوا مارين. الاكوا مارين، طب ناخد الصوره اهي هنشوفها ونتكلم عن الاكوا مارين. الاكوا مارين ده بقى انا بنصح بيه ستات ورجاله، يعني اللي بيتخانقوا مع مراتاتهم كتير والناس اللي بتقطع بعض دي يلبسوا اكوا مارين. بيعمل نوع من الترابط في العلاقات، بيعمل نوع من الالفه. اللي عايز يحافظ على صداقته يلبس اكوا مارين، اللي عايز يحافظ على العلاقه الزوجيه يلبس اكوا مارين. الاكوا مارين يعني لا تحفه. وبعدين بيخلي عندك الصوره واضحه. الاكوا مارين لو لبستيه لو في صداقه فيها خداع بيبينها لك، لو في صداقه فيها خداع بيبينها لك. طب كويس، يعني الاكوا مارين هيهدي الخلافات بتاعه الاصدقاء اللي بتبقى ناتجه من الغيره الكثيره. مش الاصدقاء، مش قصه غيره. الستات والرجاله المتجوزين بيبقى في ناس بتبقى اوفر خناقاتهم مع بعض، بتبقى اوفر فعلا. هو مجرد وجوده في البيت هو بيهدي الدنيا، تردداته بتهدي الدنيا بين الزوج والزوجه بالذات. الاثنين يلبسوه ولا موجود في البيت بس؟ وحتى لو موجود، لو خاتم واحد بتاعها او بتاعه موجود في البيت.
بيأثر لتأثيره الإيجابي. تأثيره إيجابي وجميل جدا، لطيف، حجر لطيف. طب ايه تاني عن الاكوا مارين؟ مرتبط بابراج معينه؟ كلمينا عنه طالما انت بتقولي حجر لطيف وحجر جميل، كلمينا عنه. لا هو حجر جميل، يعني الاكوا مارين هو مش قصه ارتباطه بحجر، هي اغلبيه الالوان الزرقاء بتبقى ارتباطها بالابراج المائيه، بس مش معنى ان هي ارتباطها برج مائي فلازم البرج المائي اللي يلبسه، لا اي برج ممكن يلبسه. يعني انا عندي مشكله هلبس الحجر، يعني انا مثلا لابسه السترين، انا عايزه البس السترين، عندي مثلا هو اساسا حجري بس انا بلبسه ليه؟ عشان انا حباه وعشان عايزه اخد الفوائد بتاعته، انا سكري بيوت فلبسته عشان يظبط لي السكر. انا خير نموذج اهو لابسه سترين. ما احنا اتكلمنا فعلا عن السترين الحلقه اللي فاتت وعن الخصائص العلاجيه بتاعته رهيبه فعلا. انا بقى الحمد لله سكري بيوت فلبسته بينظم لي السكر بصراحه. طب قولي لنا بالنسبة للعمل، هل كل واحد في وظيفته ليه حجر معين؟ كل وظيفة ليها حجر. يعني عندك المذيعة تلبس طوباز. طوباز. الناس الموسيقيين يلبسوا كريستال، الكريستال بيعزز يعني بيعمل لهم حساسية مع الموسيقى، بيبقوا حساسين، بيعمل لهم رهفة في المشاعر، بيخلي مشاعرهم مرفهة. المحاسب يلبس فيروز بيخليه يركز قوي، تركيز. لا خلاص احنا هنجيب الطوباز بقى. هاتي الطوباز. طيب كلمينا بقى عن الفيروز. تمام. هنعرف ان الفيروز برضو حجر من الاحجار اللي ليه انواع كتيرة، في فيروز افريقي، في فيروز افريقي، في فيروز سيناوي، وده اغلى حاجة في الفيروز هو الفيروز السيناوي. الفيروز بيعزز الشجاعة، كانوا زمان العرب بيحطوه على الدروع في الحروب، يعني الدرع كانوا بيرصعوه بالفيروز لأنه دليل عن الشجاعة، بيخلي الإنسان شجاع، وهو فيه صفات حلوة قوي قريبة من الياقوت الأزرق أو الزفير، اللي هو الحسد، الهدوء. هو ليه سمات روحية كتير. ليه سمات روحية كتير جدا، هي تقريبا متشابهة مع الزفير اللي هو الياقوت الازرق. حلو للنوم، تنامي مرتاحه، يعني هو حجر بيخليكي تبقي قاعده في اطمئنان. طيب برضو كلمينا عن الابراج المرتبطه بالحجر، لسه احنا كنا بنتكلم حلقتنا النهارده عن الروحانيات، مش هكلمك على اي قصائص دي، بس قولي لنا يعني الفيروز، بما ان الفيروز معروف من زمان ومنتشر جدا، ايه الابراج مثلا اللي يكون مرتبط بيها او ليه تاثير معاها؟ هو حلو بسم الله الرحمن الرحيم، حلو للعقرب، حلو للجدي، حلو للدلو، الدلو حلو للفيروز، الميزان حلو للفيروز. طب قول لنا بيعمل ايه حجر الفيروز؟ اشمعنى مهتمية بحجر الفيروز؟ شكله جميل بصراحة، بحس الوانه يعني مش يعني الوانه متداخلة كده مع بعضها، ما بتقدريش تحددي لها ان هي لا هو معين. انت في صفة في حجر الفيروز وخصوصا الاصلي، انت لو تعبتي هو لونه بيغير لحد ما صحتك تبقى كويسة، لونه بيرجع تاني. ده حقيقي. بيغير للون ايه بقى؟ يعني بيغير بيصفر، يعني هو المفروض ازرق او اسر ازرق مخضر. بتحسي لونه بيصفر، السواد بتاعه يعني هو ساعات بيبقى فيه تجزيعات سوداء، السواد بيبقى مسود، انما مجرد ما انت ترجعي لصحتك تاني هو بيرجع للونه الطبيعي. ده بيبقى مرتبط يعني بيبقى هو ارتباط الحجر بصاحبه. عشان كده انا ما بحبس ان الاحجار القديمه تتورث، او الاحجار اللي في ناس هاويه تشتري احجار قديمه، دي بتبقى لما طاقات قد كده. كنت لسه هقول لك البس حجر نظيف، اول حاجه تبقى طاقتك انت. طب انا اعرف ازاي الحجر قديم ولا جديد؟ لا هو بيبان. بيبان؟ لا بيبان، حجر الجديد ليه لمعه، ما فيهوش خرابيش، ما فيهوش الحاجات دي، الحجر القديم بيبان والجديد بيبان. ما بتتعالجش مثلا يكون حد بيجمع مجموعه احجار مستعمله؟ لا 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 لا. ما بتتعالجش. صعب، هو مش مستحيل بس صعب، زي الذهب. الذهب المستعمل بيبقى خطير، ليه؟ هو واخد من طاقة اللي استعمله، والطاقة دي بتتصدر لك لما بتلبسيه، وصعب الذهب ينضف، لازم تغسليه، لازم. يعني حتى لو انت رايحة عند الجواهرجي اشتريتي خاتم لازم تغسليه قبل ما تلبسيه، حتى لو جديد. حتى لو جديد
مجرد انه تقاس عشان تقاس من كذا حد. الذهب بيمتص الطاقه بسرعه، بياخد طاقه صاحبه بسرعه. ممكن اكون انا جايه اشتريه قبليه حد كان لسه بيقيس نفس الناس. لا ما هو لا انت بتقيسي عادي. ما انا كنت لسه هقول لك يعني لو انا عند السايق لا لا لو هتقيسي قيسي عادي، انما تيجي عند الشراء لازم تغسليه، يا اما هتشتريه روحي اغسليه وبعد كده البسيه. يعني اشتريه من عند السايق اروح قبل ما البسه تاني اغسله الاول. اغسله عادي بميه عاديه؟ لا مش بميه عاديه، باي منظف لازم تغسليه. منظف يعني منظف عادي؟ صابون. صابون شاور اي حاجه، بس لازم تغسليه كويس. كده نزلت طاقه كل مثلا لعسوق الذهب فضه اي حاجه لازم تتغسل الاول. يعني انت مثلا واحده باعت حاجه ذهب علشان مزنوقه، انت خدتي لبستيه على طول خدتي طاقه الزنقه بتاعتها. سبحان الله. طب الذهب الاسرع في نقل الطاقه الذهب ولا الفضه؟ هو عندك الياقوت الازرق بينشط الطاقه بتاعته اكتر الذهب. هو بينشط الطاقه بتاعته برضو الفضه، انما الذهب بينشط طاقته اقوى، خلي تردداته اقوى واعلى. يبقى كده طاقه الذهب عموما اقوى من طاقه الفضه؟ هي طاقه الذهب عاليه. طاقه الذهب عاليه. يعني اي حجر مثلا يتحط في حاجه ذهب هتبقى طاقته اعلى من اللي بيتحط في حاجه فضه؟ لا، في فضه، في حجر في الفضه بيبقى طاقته اعلى من الذهب. في حجر من الاحجار الكريمه لما بيتحط في فضه بيبقى تردده اعلى. فعلا حاجات مهما نتكلم فيها مش هتخلص. حقيقي. لا هو فعلا دي حاجه جميله، بس انا كان ليا سؤال عايزه اعرف. انت بتقولي لي بعض الحجر بيعمل هاله حوالينا، هل الحجر ده بس الهيماتايت بس ولا كل حجر بتلبسيه بيعمل كده؟ يعني لان المرصع مثلا باللون، يعني في الوان معينه بتبعد عنك اي عكوسات او اي حسد او اي جنون ممكن تكون. هو الزفير والهيماتايت والفيروز. ما هو ده يعني اكتر ثلاثه. دولت عشان الوانهم؟ عشان الوانهم وتردداتهم. ما انا قلت لك ان الياقوت الازرق بيعمل هاله زرقاء. ما انا قصدي الهاله الزرقاء ديت هي الجن يعني الوان معينه اللون ده ما بيحبهوش فبيبعدوا عنك. يعني تعتبر الثلاث الوان دولت من افضل الحاجات اللي تبعد الجن عن الانسان. شيماء يعني الكلام معاكي ممتع جدا، ويعني مهما هنتكلم مش هنخلص. بجد انا لا في حاجات كتير والله استفدتها معاكي النهارده. موضوع السلاسل ده موضوع حلو جدا، الخواتم، الاحجار اللي بتحل حاجات كتير، خصوصا اللي بيحل مشاكل اللي هي الزوجيه، الاكوامارين. هو بصي يعني ربنا خالق لكل مشكله حل، بس نيجي احنا عشان نقول ده بيعمل كذا، ايه اللي انتوا بتقولوه ده؟ ما هو ده بقى اللي ما بيبحث واللي ما بيدورش واللي بيقعد يعلق. احنا اللي عاملين دي، احنا يا دوبك بنحفر ونطلع الحاجه اللي ربنا خالقها عشان تفيدنا. ليه بتقولوا بقى عنها خزعبلات؟ لا طبعا مش لو هي خزعبلات ما كانتش بتبقى ربنا خالقها. اكيد طالما حاجه ربنا خالقها اكيد وراها ورا خلقتها اكيد في سبب. طبعا احنا بنوضح للمشاهد الحاجات اللي ممكن يعني يسهو عنها او ما يبحث عنها او ممكن يكون ما سمعش عنها. ممكن في ناس كتيره قوي ما تعرفش ان الاحجار ليها طاقه اصلا. في حاجات كتير، في اسامي كتير من الاحجار احنا ممكن يعني المشاع دايما، الفيروز، اللؤلؤ، المرجان، لكن في حاجات كتير احنا ما كناش نعرف. الاكوامارين ده، الاكوامارين ده تحفه بس لا هاتوه. وكلهم مذكورين في القران الكريم. شيماء احنا بنشكرك، استمتعنا النهارده معاكي، وان شاء الله لينا حلقات جايه كتير. بس قولي لنا سؤال حلقتنا النهارده. سؤال الحلقه، ايه اكتر حجر بيجيب الحظ؟ ايه اكتر حجر بنجيب الحظ؟ هنستنى اجاباتكم على صفحه جوري ستور. بشكركم مشاهدين الكرام، ويا ريت تكونوا استمتعتم معانا بالحلقه النهارده وبضيفتنا الجميله شيماء مرجان. هنتظركم الحلقة القادمة إن شاء الله. كانت معكم هبة عمرو، دمتم وإلى اللقاء.